الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وحرمه السيدة مريم بنت أحمد يقفان وقفانية بالعاصمة تيانجمينا في طريقهما إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث كان في استقبالهما الزوج الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية وسيدة البلاد الأولى هند دبين. رئيس حزب الجبهة الشعبية من أجل التضامن والوحدة الجمهورية جوزيف جيمرنغاري يقدم مؤتمرا صحفيا أمام الرسائل العامة والخاصة. حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية تقيم حفل تكريم الجائزة الكبرى للطالب المتفوق في مسابقة مدح البردة البصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضائية الشادية من أنجمان ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذه الأمسية. توقف صباح اليوم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وحرمه السيدة مريم بنت أحمد توقفا وقفة ثنية بمطار حسن جاموس الدولي بالعاصمة تيانجمينا في طريقهما إلى أبوظبي العاصمة الإماراتية، وكان في استقبالهما الزوج الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. تقرير عائشة خليل بلال. العلاقات الوطيدة وأواصر الأخوة التي تربط بين البلدين الشقيقين نجات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، توقف صباح اليوم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وحرمه السيدة مريم بنت أحمد بالعاصمة أنجمينا، وذلك في طريقهم للعاصمة الإماراتية أبوظبي من أجل المشاركة في قمة الطاقة بأبوظبي، حيث كان في استقبالهما بمطار حسن جاموس الدولي الزوج الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. ولدى وصوله أخذ الرئيسان إدريس ديبي إتنو ومحمد ولد عبد العزيز استراحة بصالون الضيافة بأرض المطار استغرقت غرابة الساعة، وتبادلا من خلالها القضايا التي تهم الدولتين تشاد وموريتانيا، وتطرقا إلى أوجه التعاون في شتى المجالات التنموية وكذا المسائل التي تهم القارة السمراء بما فيها الأحوال السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. كما تناولت السيدة الأولى هند ديبي إتنو مع نظيرتها مريم بنت محمد عدد من المواضيع التي تهم المنظمة النسائية. في هذه الوقفة الفنية تناول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع نظيره الشادي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرجل الذي له خبرات واسعة في حلحلة جميع المشاكل الإقليمية والدولية، موضوع الحالة الاقتصادية والمالية التي تمر بها معظم دول العالم بما فيها البلدان الإفريقية. من جانبه صافح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز جميع الذين أتوا لتوديعه بما فيهم وزير الدفاع بشار عيسى جاد الله ووزيرة التكنولوجيا الحديثة والأخبار والإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة مادلين ألينغي ووزير الأمن العام وإدارة الأراضي والحكم المحلي أحمد آي عبد الكريم بخيت والأمين العام برئاسة الجمهورية جان برنار باداري ومدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية عيسى علي طاهر وعدد من معاوني رئيس الجمهورية. ونذكر بأن هذه الوقفة الفنية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وحرمه السيدة مريم بنت أحمد تؤكد متانة العلاقات الثنائية القائمة بين الدولتين. نبقى بمطار حسن جاموس الدولي، حيث غادرت البلاد صباح اليوم السيدة الأولى لدولة الكونغو برازافيل السيدة أنطوانيت ساسون غيسو، عقب أن شاركت في الاحتفال بالذكرى الأولى لميلاد مؤسسة القلب الكبير. وكانت في ودعها رئيسة مؤسسة القلب الكبير السيدة الأولى هند ديبي إتنو. تقرير عائشة خليل بلال للمرة الثانية. نسبة للجهود المرموقة التي تقوم بها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة الغلب الكبير في المجال الإنساني، تتواجد منذ أول أمس السيدة الأولى لدولة الكونغو الديمقراطية أنطوانيت ساسون غيسو، والتي شاركت صبيحة أمس في افتتاح وحدة الوقاية والتكفل ومعالجة أمراض التشوهات الخلقية التابع لمؤسسة الغلب الكبير بمستشفى الأم والطفل بالعاصمة أنجمينا. وعقب أن شاركت السيدة الأولى لدولة الكونغو أنطوانيت ساسون غيسو ليلة البارحة في الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس مؤسسة الغلب الكبير، وكانت برفقة وفد رفيع المستوى. واليوم تقادر السيدة الأولى لدولة الكونغو أنطوانيت ساسون غيسو العاصمة أنجمينا في طريق عودتها للعاصمة الكونغولية برازافيل، وبصالون الضيافة بأرض المطار تناولت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو والسيدة الأولى لدولة الكونغو أنطوانيت ساسون غيسو مجمل القضايا التي تهم المرأة والطفل الإفريقي بصفة عامة
والتشادي والكنغولي بصفة خاصة. وننوه بأن السيدة الأولى لدولة الكنغو لديها أيضا مؤسسة خيرية تحمل اسم كونغو أسياستانس، والتي أسست عام 1984 33 عاما من العمل الخيري، وهي الأخرى حيث تعمل أيضا مؤسسة الغلب الكبير وبقلب كبير في المجال الإنساني وفعل الخير في مساعدة الضعفاء والمحتاجين. والحد لا يقف عند هذا الحد، بل ستقوم مؤسسة الغلب الكبير في المستقبل بمعالجة ظروف الطفل الشارع، على حسب قول رئيسة مؤسسة الغلب الكبير: الشارع ليس لديه طفل بل كلهم أطفالنا. وكان في وداع حرم الرئيس الكنغولي دينيس سينغيسو بمطار حسن جاموس الدولي سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، وبحضور وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة مادلين ألينغي، والأمين العام لمؤسسة القلب الكبير وعدد من أعضاء المؤسسة. وأخيرا وفي ختام زيارتها، وقعت السيدة الأولى لدولة الكونغو الديمقراطية أنتوانيتا ساسينغيسو انطباعاتها وشعورها على دفتر المهام الذهبي لمؤسسة القلب الكبير، معبرة عن فرحتها على العمل الخيري الذي حققته مؤسسة القلب الكبير في فترة وجيزة أقصاها عام واحد. وهذا إن دل فإنما يدل على النية المخلصة لسيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو في مساعدة الضعفاء والمحتاجين في البلاد. قدم رئيس حزب الجبهة الشعبية من أجل التضامن ووحدة الجمهورية جوزيف جيمرغارد ناجي مؤتمرا صحفيا أمام وسائل الإعلام العامة والخاصة، متطرقا في مؤتمره الصحفي حول الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما قدم مناضلو الحزب تهانيهم لرئيس الحزب، جرت المناسبة بمنزل رئيس الحزب الكائن بالدائرة التاسعة. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدهود. بمناسبة بداية العام الجديد 2018، انطلقت فعاليات الأنشطة السياسية لمناضلي ومناضلات حزب الجبهة الشعبية من أجل التضامن ووحدة الجمهورية كبسير بالدائرة التاسعة، حيث قدم المناضلون والمناضلات تهاني رأس السنة لرئيس الحزب جوزيف جيمرينغار دات ناجي. وخلال المناسبة قدم رئيس الحزب كلمة شكر فيها المناضلين والمناضلات، وحثهم على بذل الجهد والوحدة من أجل تحقيق البرنامج السياسي للحزب، مشيرا بأن الحزب يسعى على وحدة الأمة وجلب السلام واستدباب الأمن والاستقرار والمشاركة في التنمية الاقتصادية في ربوع البلاد. كما حث المناضلين والمناضلات على القيام بتوعية إعلامية في وسط المجتمع بغية المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، مضيفا بأن الحزب يقدم برامج وأنشطة سياسية لصالح الوطن والمواطنين. وفي نهاية البرنامج قدم رئيس حزب الجبهة الشعبية من أجل التضامن ووحدة الجمهورية جوزيف جيمرينغار دات ناجي مؤتمرا صحفيا تناول فيه الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، مطالبا الجهات المعنية التحلي بالوحدة الوطنية ومعالجة الأمور عبر الحوار الوطني بين أبناء الوطن.